العائد الاقتصادي من الزراعة لا يتجاوز 5%. واللي أسوأ من ذلك أنه إحنا بنزرع منتوجات بنبيع فيها ميتنا للخارج على شكل بطيخ وبندورة. يا أخي ما الآن الأوان لوزارة الزراعة تصير تعطي المزارعين أشياء أفضل يزرعوا، أشياء قابلة للتسويق. صياما مقبولا. يوم الأمس قدم عدد من الخبراء وكان منهم الدكتور دريد محاسني مجموعة من الحلول السريعة التي تساعد على حل مشكلة المياه المستعصية. اليوم سنحاول أن نقدم أيضا حلولا عن طريق ضيوفنا، ولكن في القطاع الزراعي الذي أثبت في الجائحة أنه حمال للهموم. يقول أريالات وهو طالب زراعة في الجامعة: إذا كانت أرضنا خصبة ومياهنا عذبة ورجالنا يحملون فأسا ليبذروا الأرض لتربو وتنبت من كل زوج بهيج، ما هي مشكلتنا إذا؟ عضو لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية هو ضيفي جعفر الربابع الذي سأرحب به اليوم في الاستوديو. مساء الخير سعادة النائب. أهلا وسهلا. وسيكون معنا أيضا عضو مجلس الأعيان معالي عاكف الزعبي عضو المجلس الزراعي الأعلى. مساء الخير، مساء الخير معاليك، وأهلا بعضو المجلس الزراعي الأعلى صالح الياسين. مساء الخير أيضا. صياما مقبولا. صوت المملكة بدأ. أهلا بكم جميعا. مساء الخير. يمكنكم متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك، كما يمكنكم أيضا طرح الأسئلة. فيما يلي بعض من توصيات تقرير حالة البلاد 2020 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص القطاع الزراعي. عدم إيقاف النشاط الزراعي في مجالي الإنتاج والتسويق في الظروف الاستثنائية. عدم إيقاف الصادرات إلا في ظروف الاحتياجات المحلية القصوى، وعدم إيقاف النقل وحركة التجارة. تعاون إدارة الأزمات مع الجهات المسؤولة عن قطاع الزراعة لإعداد سيناريوهات متعددة والتدرب عليها لضمان انتظام حلقات الإنتاج والتوزيع. تجنب وضع سقوف سعرية إلا إذا استدعت ظروف استثنائية لذلك. توفير التمويل اللازم للمزارعين من جميع المصادر التي تتوافر في الظروف العادية. كذلك دعم صندوق إدارة المخاطر الزراعية برفع مساهمة الحكومة في الصندوق من 3 ملايين دينار إلى 6 ملايين دينار سنويا. لا نعلم ما هو الآن المتوافر في صندوق إدارة المخاطر. أهلا بكم من جديد، أجدد ترحابي جميع الضيوف. مع حفظ الألقاب سأبدأ اللقاء، وأبدأ مع ضيفي في الاستوديو سعادة النائب. مساء الخير. مساء جعفر الربابي، وأنت عضو لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية. يوم الأمس تحدثنا عن مشاكل المياه وتم تقديم حلول من هذه الحلول حتى نقوم بصيانة المواسير هاي في بالونات أقل كلفة وأسرع، وبالتالي تعطي ذات النتيجة. تحدثنا عن تحلية مياه البحر الأحمر، وتحدثنا عن عدد من المشاريع التي قد تعطى لوزارة المياه لسد العجز. اليوم نتحدث عن شيء يرتبط بالمياه تماما وهي الزراعة. الزراعة نعم. ماشي. وإحنا الأرض بالأردن أرض زراعية. نعم. وقمحاتنا بكفلناش الأسبوعين. نعم. شو استفدنا؟ ما كيف يمكن لنا اليوم أن نقدم حلولا فيما يخص القطاع الزراعي؟ تفضل. أسعد الله مساءك أخي عامر. مساء النور. ومساء ضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. مساء النور. هلا سعادتك. أولا سيدي، الرؤى الملكية السامية كانت واضحة وجلية في خطاب العرش في مجلس النواب عندما تكلم عن الأمن الغذائي وعن الزراعة بشكل خاص وعن المنظومة الزراعية، حتى وصل إلى كلمة الصناعات الغذائية. وأنا أقول آن الأوان أخي عامر أن تحدد هويتنا أو أن نسترجع هويتنا الزراعية، لأننا بتنا في ظروف معينة نفقد شيئا فشيئا هويتنا، علاوة على أن الأردن يصنف ربما أنه بلد زراعي. نعم. أول الأمور في هذا الموضوع يجب أن يكون عندنا
الأمن غذائي والأمن الغذائي لا يتأتى إلا من خلال الإنتاج الزراعي. وأنا أقول أن القطاع الزراعي هو من نجح في أزمة التي مرت بنا وما زلنا في كورونا. صحيح. في كورونا هو الذي نجح وهو الذي الناجي الأوحد نجى إن صح التعبير نجى الغذاء في الدولة الأردنية في هذه الأزمة من خلال الإنتاجية ورفع مستوى الإنتاج حتى أنه وصل الحد أنهم لم يرفعوا سعرا على مواطن في هذا في تلك الجائحة. وصل الحد أيضا أنهم أخذوا يعني يتصدقون بفضل المال حتى وإن صح التعبير في هذا الكلام. كانت تأتينا تليفونات حتى قبل أن نكون في مجلس النواب أنه مثلا بدنا نصدق في شاحنة خضروات شاحنة موز حتى الفائض هذا ما يروح سدى يروح أيضا إلى مستحقيها وإلى الله يجزيهم الخير بارك الله فيهم ما قصروا في هذا. ولذلك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعد ما انتصر القطاع الزراعي في هذه الجائحة وجب على الدولة الأردنية متمثلة بالحكومة دعم هذا القطاع. وهذا الدعم لا يكون إلا بأمور معينة. بعد إذنك سادي أتكلم عن الأمن الغذائي بشكل عام. الأمن الغذائي أصله من الإنتاج الزراعي ولا يتأتى إلا بأربع محاور رئيسة ومعينة. الأولى توفر المادة بالسوق. الأمر الثاني صلاحيتها. الأمر الثالث إدامتها. الأمر الرابع القدرة على شرائها وهنا مربط الفرس. القدرة على شراء هذه المادة من المواطن الكريم لا يتأتى إلا إذا كان هنالك دعم حقيقي وجلي من الحكومة لهذا القطاع. وهذا الدعم يكون في بعض الأمور أولاها وأعظمها وأجلها التصدير والاستيراد. التصدير للمواد التي ربما تدر علينا دخلا وأن نوقف الاستيراد لفترة معينة حتى يستطيع المنتج الأردني تسويق هذا الإنتاج. مثلا الآن إحنا عندنا مثلا منتوج بطاطا موسمي في داعي أن أنا أفتح المجال للاستيراد. وين صارت بضاعتنا؟ يكون عندنا منتوج برتقال بنتهي البرتقال مثلا بواحد ثلاث منه في واحد أربعة منتوج البرتقال في غور الأردن. نعم. طب ليه أنا أجيب البرتقال المصري في تلك اللحظة مثلا؟ الآن وين بده صفي المزارع الكريم؟ بده صفي على الرف في هذا الموضوع. إذن القدرة على شرائها بدعم يعني أنت المزارع. تذهب الآن إلى نعم. إلى تعديل بعض الاتفاقيات الدولية. بالضبط. أنا مع هذا الكلام. حتى أنت أتيت على كلمة التعديل. أنا أريد أين التعاقد الزراعي بين الدول وهذا يتمثل بسفرائنا في الخارج حتى هنالك يجب أن يكون هنالك تعاقدات على مستوى الدول. وأنا أقصد في هذا الكلام فتح الأسواق. روسيا مثلا تستورد مليار من الفواكه والخضروات من الصين وغيرها. طب احنا وين سفراءنا؟ وين احنا؟ وين حكومتنا من هذا الموضوع؟ ليه ما نفتح ابواب الصادرات الى مثل هذه الدول؟ نعم. ايضا الامر الثاني الصناعات الغذائيه. لماذا لا يكون عندنا في كل مكان طيب فيه منتج زراعي حلمك عليه شوي في منتج زراعي ان يكون هنالك مدينه صناعيه للصناعات الغذائيه؟ طيب ماشي. بالنسبه للصناعات الغذائيه لله نعم. يعني الوزير اخر لقاء نعم. كان معنا هنا وتحدث بهناك ثلاثه مشاريع نعم. للصناعات الغذائيه ورايح يتم الاعلان عنها قريبا. هاي للأمانة يعني خلي الواحد يحكي لي له عليه. بس خليك معي نقطه واحده تفضل. النمط الزراعي ماشي. مو انا هاي كل محور بتعطيني اياه بده حلقه ترى. بس ماشي. النمط الزراعي مباشره ساذهب الى معالي عاكف الزعبي. مساء الخير. رمضان كريم وصيام مقبول لك سيد الكريم. وزير زراعه ورئيس لجنه زراعيه في مجلس الاعيان وتعلم بالزراعه اكثر مما نعلم بكثير معالي. ابدا السؤال، ما هي الحلول التي قد ننقذ بها القطاع الزراعي سواء الزراعات أو المزارعين؟ مساء الخير. مساء النور. العامل الأول في الحلول هو تنظيم الإنتاج، بمعنى رفع الإنتاج في الطلب في السوق. يعني ابتداء يجب أن نعلم ما هو مطلوب في السوق وننظم إنتاجنا بحيث أن نلبي هذا. لا يجوز أن نلقي إنتاجنا
كيفما ونلقيه في السوق ونعرضه للبيع، يجب أن يكون مرتبط في الطلب في الأسواق. هذا يتطلب عاملين. العامل الأول مفروض يكون في قاعدة بيانات تستطيع خلالها نشر بيانات الكام للمزارعين، كل ما يحتاجه المزارع من بيانات عن الإنتاج، عن التسويق، وخاصة الطلب في الأسواق. نعم. لما تقدم البيانات والمعلومات للمنتج، المنتج يستفيد من هذه البيانات في تحسين قراراته، وبالتالي ينتج ما هو مطلوب في السوق. هذا الجزء الأول. الثاني للتنظيم، وهو حدث عنه ضيف الكريم، بمعنى النمط الزراعي. النمط الزراعي يتم إجبارا، الزراعي يتم، وأنا هنا أتحدث علمي، أتحدث ما هو مقرر بالعلم. نعم. النمط الزراعي يتحدد بتحديد أسعار موارد الإنتاج. يعني عندنا المي، عندنا الطاقة، وعندنا التمويل اللي هو رأس الماء والطاقة. وماذا دكتور؟ نعم. الماء والطاقة والثالثة ما هي؟ الماء والطاقة والتمويل، رأس المال. تمويل، نعم. تمويل للمزارعين. إذا استطعنا إنه نسعر هذه الموارد رخيصة للمنتجات التي نريد إنتاجها وهي مطلوبة في السوق، ونرفعها على المنتجات التي لا نريدها وهي غير مطلوبة في السوق، هنا المزارعين يتجهوا لزراعة ما هو مطلوب في السوق. عاملين: البيانات ونشرها وتوفيرها للمزارعين حتى يقرروا وفقا للبيانات الحقيقية المعروضة والمعروفة في الأسواق، وثانيا تسعير هذه الموارد، والمزارع سيبدأ بالاتجاه لزراعة ما هو أسعاره رخيصة. طيب. وعليك يتجنب ما هو أسعاره مرتفعة. طيب، سأترك البيانات، ماشي، بس خليك معي لحظة. سأترك البيانات وأعطاها للمزارعين زائد تسعيرة الموارد الإنتاجية، وأطرح وأذهب إلى الشق الثاني وأطرح عليك هذه الأسئلة. يعني وهذه الأسئلة متعلقة يعني قبل سنوات عندما أنت كنت وزيرا للزراعة، أطرح عليك السؤال. أنت تحديد أسعار مواد الإنتاج، ماء وطاقة وتمويل. سأذهب عن التمويل والرأس مال. طيب، فاتورة المياه، كم فاتورة المياه بالنسبة لوزارة الزراعة، كم تقدر؟ فاتورة المياه قصدك لقطاع الزراعة وليس لوزارة الزراعة؟ للقطاع الزراعي، نعم. قطاع الزراعي، نعم. القطاع الزراعي بيستهلك 50% من كميات المياه المتاحة، أي بالضبط بحدود 500 مليون متر مكعب من المياه. هذه هي الفاتورة المقررة للزراعة. هذه الفاتورة موزعة كما يلي: 60% من المياه الجوفية، و 27% من المياه السطحية، و 13% من المياه المعالجة. طيب، وفاتورة الطاقة تقريبا؟ فاتورة الطاقة، خليني أقدر لك الطاقة المدعومة، الدولة تقدم بين 250 مليون إلى 300 مليون إلى سلطة المياه. هذا هو الدعم السنوي الذي تقدمه الحكومة لقطاع المياه. الحكومة اللي بتقدم 300 مليون مقابل لا شيء، يعني ببلاش دكتور؟ لا لا، هذا دعم لقطاع المياه حتى تبقى الأسعار كما هي، سواء كانت للمزارعين أو للاستهلاك البلدي. طيب، ماشي. لأنه لو لم تدعم، وهي كلفة كهرباء بالمناسبة، لو لم يقدم هذا الدعم لكان بده يتحول إلى فاتورة المواطن وفاتورة المزارع. ماشي. طيب، أذهب مباشرة بهذا المحورين والذي تفضل به سعادة النائب بالأربع نقاط محددة إلى الأستاذ صالح الياسين، وأنت عضو المجلس الزراعي الأعلى، وأطرح السؤال: كيف يمكن لنا أن ننقذ مزارعنا وزراعتنا؟ مساء الخير أستاذ عامر، إليك ولا
لك الحضور معك مسنوه. في هذا البرنامج، ومساء الخير للمشاهدين. استاذ عامر، حتى يعني ندخل في سياق منهجي في 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 الحديث عن قطاع الزراعه، بدي اعرج بس على نقطه واحده اللي هو تحدث فيها الدكتور المحاسن فيما يتعلق بانه مساهمه القطاع الزراعي 5%، او انه استهلاك المياه في القطاع الزراعي هو يعني كارثه باعتبار انه نصدر مياه نحن. طبعا هذا جزء من التنظير الاقتصادي الموجود في البلد، وبالتالي هذا هو جزء من التأثير الاساسي على القرار السياسي او القرار الاقتصادي الموجود في البلد. نعم استاذ يعني صالح، بس اسمح لي استاذ صالح، استاذ صالح للامانه الحلقه موجوده، الدكتور المحسن لم يتحدث عن تصدير المياه، تحدث بانه احنا بنصدر المياه عن طريق البطيخ وبعض الزراعات الاخرى، ويقصد بذلك انه لو كان هناك نمط زراعي محدد كان استفاد الاردن من هذا التصدير، هيك اللي قالوا. هذه للأمانة امبارح كانت الحلقه وبإمكانك ترجع لها. تفضل استاذ عامر، انا بتحدث على 5% اللي بيحكي فيها هو. نعم ال 5% هذه مقوله مغلوطه يعني للعلم، بس ما علينا، يعني هذا الجانب بالتاكيد يعني له محور خاص. نعم بس نحن حتى نحكي على قطاع الزراعه وعلى المشاكل والحلول. اول مشكله اللي هو التقاء الاطراف المعنيه، يعني انت بدك تعيد تنظيم القطاع الزراعي سواء قطاع خاص مع الحكومه، وانه يكون في جلسات مشتركه حتى نتفاهم على المشاكل وعلى الحلول. ولذلك احنا لغايه الان كل اللي بنقوم فيه هو عباره عن فزعات، وهي الفزعات في مشكله في البندوره بنفزع، في مشكله في الخيار بنفزع، في مشكله بالارتفاع بيفزع وزير الصناعه والتجاره بتشاطر وبيروح يعمل تحديد للسقوف السعريه، وهذا الشيء يعني صار نمط تقليدي عند الـ عند الـ عند الحكومات المتعاقبه. بالتالي انت بتحكي على ثروه وطنيه هائله جدا. تراتبيه القطاعات في العالم كله استاذ عامر تغيرت، يعني تراتبيه القطاعات كانت صناعه وهذا وبتجي وراها تجاره وكذا، الان انت بتحكي على تراتبيات قفزت الزراعه في في في, في سلم التراتبيات الى المرتبه الاولى، والصحه تجي بعدها. نحن في الاردن ماذا عملنا للقطاع الزراعي؟ احنا همنا الوحيد كان انه ماشي خلي المزارع ينتج وخلي يكون في انتاج فائض في الانتاج، لكن ما فكرنا نستغل هذه الفرصه حتى انه ندخل عملات صعبه على على على, على الاردن، وبالتالي نوجد حلول. المشكله الاولى هي بصيغه التفاهم بين الحكومه والقطاع الخاص على المشاكل. المشكله الاولى مشكله العماله، وهي اللي لغايه الان ما انحلت. الحكومه عندها وجهه نظر والمزارعين عندهم وجهه نظر، وهذا سبب في ارتفاع كلف الانتاج. نعم يعني انا بدي اقول لك شغله، انا بدي اروح اصدر خضرتي وانتاجي الى خارج الاردن، وانا عندي منافسين من مصر، عندي منافسين من ايران، عندي منافسين من الهند. خارطه التسويقيه في الوطن العربي وفي العالم تغيرت. يعني زمان مثلا الاسواق الخليجيه ما كان فيها الا الاردن وسوريا ولبنان، الان بتشوف المنتج الايراني، المنتج الهندي، المنتج المصري، كل المنتجات صارت موجوده. ما درسنا هاي الخارطه والتغيرات اللي صارت في الاسواق الخارجيه وتاثيرها على تصديرنا من الخضار والفواكه الى هاي الاسواق، ولذلك بقينا على معلومات غير محدثه وغير يعني دائما يكون فيها تحديث وتطوير. فهي جزء من العمليه. العماله اثنين، بتجي انت على موضوع الطاقه وموضوع المياه وموضوع كمان اللي هو متعلق في الانتاج الزراعي. نعم. يعني الطاقه، كلفه الطاقه على المزارع الان في الذروه يعني التكاليف صارت باهظه جدا، ولذلك انا منتجي ما عاد يقدر ينافس في الاسواق الخارجيه. وحتى لما بدي اودي بضاعتي انا كمان لبرا، هي البضاعه لازم تكون كمان موضبه وبطريقه صحيحه 100%. نعم. هذا جزء من السياسه الحكومه اللي لازم يكون موجود حتى نقدر نوصل بضاعتنا بطريقه منافسه في الاسواق الخارجيه. فجزء من الحل. نعم. عند القطاع الخاص، والجزء الاخر مكمل عند القطاع الحكومي. طيب دول الطرفين طيب. ما في تواصل. طيب ماشي. طيب ماذا عن التشاركية التي نسمع عنها بين الحكومة والقطاع الخاص؟ هذا هو السؤال الذي سيطرح على ضيوفي بعد هذا الفاصل، فاصل قصير، وتفضلوا بالبقاء معنا.
اهلا بكم من جديد، وجد ارحاب بجميع الضيوف، واعود لنبدا بالحوار من جديد. وابدا معك سعادة النائب لنتحدث عن تنظيم السوق وربطه بالانتاج، الانتاج بالطلب. نحتاج الى بيانات للمزارعين والانتاج والطلب، وايضا هناك النمط الزراعي. اذا الفاتوره التي تدفعها القطاع الزراعي مرتفعه جدا. فاتوره مرتفعه، نعم، وبالتالي انا ساتكلم عنها. تفضل. بالنسبة للفاتورة كما تفضل معالي قبل قليل عن النمط الزراعي اللي أنا بلشت فيه، هو الاتجاه الأول إلى تنظيم الزراعة بشكل معين، حتى ربما نتجه قليلا إلى الزراعات البعلية نوعا ما، واحنا بنعرف انه نسبه ومعدل الهطول المطري اصبح يقل شيئا فشيئا، فلماذا نتجه فقط الى المزروعات التي تستهلك مياه اكثر؟ لا، نتجه الى المياه او الزراعات البعليه. مثال في نبته انا سمعت عنها وبعرفها معالي، الكينوا او الكينوا هيك اسمها، مثل القمح. هاي النبته بمعدل مطري بسيط، ما بدها ري كثير، بتنتج لنا بذل القمح خبز، وبنعمل منها منسف، بنعمل منها مقلوبه، بنعمل منها صفايح. شو بنعمل؟ هاي النبته نبته شبيهه للقمح، وبتطلع في بدون ري وبدون يعني زراعه بعلي. هذا واحد. اثنين، ندعم هذه الزراعه، هذا مثال، لكن انا بدي ادعم كمان الزراعات الاخرى. انا لما حكيت انه الحفاظ على هذه المزروعات يكون بالصناعات الغذائيه، يكون في مدن صناعيه للغذاء في كل اماكن فيها انتاج زراعي، مشان انه اللي ما مشى في السوق المحلي احنا نعمل له صناعات معينه، نعمل ادامه لهذا المنتج ونخلق فرص عمل جديده في هذا الموضوع. لكن انا بدي اتكلم عن موضوع اخر اللي هي ارتفاع الفاتوره. ماشي. الطاقه هذا أول مشكلة عندنا، ولذلك ليه ما نتجه للطاقة البديلة؟ ما بزبط. بدنا نتجه، وين ما راح تزبط؟ ما راح تزبط، يعني ما في دعم حكومي في هذا الموضوع؟ أنا راح أقول لك امبارح شو صار. احكي. كان معنا الضيوف فسألته، قال لي وزارة المياه فاتورتها للطاقة 220 مليون. حلو. ماشي. 2.5 مليون. 2.5 مليون. أيوة صح، 2.5 مليون. قلت له طيب يا أخوي ليش ما بتحول الطاقة البديلة؟ نعم. قالوا لي يا أخوي ما بتزبط. قلت له ليش؟ قال إنه شركة الكهرباء خسرانة. عشان يسدوا دين. عشان يسدوا دين. عشان يسدوا دين. إحنا نقضي على منتج كامل وقطاع كامل مشان نسد الديون. مثال نفس هذا المثال بدي أحكي لك إياه الآن. بصراحة. هم بسدوا ديون. يا سيدي بدي أحكي لك أنا هسه بصراحة. إحنا الآن بدنا نصدر منتجاتنا الزراعية. وعن طريق الطيران مش عن طريق البحر. طيب قد اي شركه فقط اللي استحوذت على هذا النقل؟ مين؟ بس الملكيه. طيب قد بتاخذ قاعد الملكيه على كل كيلو خضره او فواكه بتصديرها؟ كم؟ شيء دينار، شيء دينار ونص، شيء دينار. قد ايه بدها تصل قطر بالله كيلو البندوره؟ قد ايه بدها تصل مع تو قبل شوي بحكي قبل شوي بحكي معالي انه في عندنا منافسين في الاسواق العالميه. احنا لما تصل كيلو البندوره في بلد خليجي او بلد اوروبي دينارين ونص وثلاث دنانير اردني، قد ايه بدها تصير بالسوق المحلي؟ وغيرنا بيأمنها في اسعار ارخص. لكن انا اللي بدي اقوله هو يعني ما في الا هالشركه هاي يعني لنقل المواد. ليه ما نوجد بدائل؟ في عندنا شركات تنافسية. عندنا تنافسيه، عندنا شركات طيران اكثر منها، اكثر من 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 الملكيه الاردنيه. احنا انا معك دعم هذه الشركه الوطنيه وهي خسرانه اصلا، يعني نقلنا فيها البضائع، ما نقلنا فيها البضائع مي خسرانه، احنا عارفينه هذا الكلام كله، لكن احنا ندور على بدائل مشان انقاذ يعني قطاع كامل، وبنفس الوقت احنا يصير لنا هويه اردنيه وهويه عالميه انه احنا بلد زراعي. طيب. الان لا بدي اكمل بعد اذنك في الموضوع الاخر اللي هي الشراكه. انا حكيتها في خطاب الموازنه وقلت لا يمكن للاقتصاد الوطني انه ينهض ويصير عندنا ناتج اجمالي صح وحقيقي الا اذا شفت توقيع بين القطاع العام والخاص. الشراكه كيف؟ احنا كان عندنا مصنع واحد يا رجل وتسكر، دبس البندورة هذا اخر يا ذا مشان الله. الان في عندك 100,000 صناعة زراعية تستطيع انه تشارك بين القطاع العام والخاص في هذا الموضوع. ايضا دعمهم في صندوق الاقراض الزراعي. يا جماعة صندوق الاقراض الزراعي اشي بأخذ مليون واشي بأخذ 3,000. ولما ناقشنا في هذا الموضوع في الاقراض الزراعي، طب الله كيف بالاقراض؟ خليني احكي لك شغله. لا انا بدي اسالك سؤال. انا بدي اسالك يا زلمه، يا ريت تعرف اجاوبك. انا بدي اقول لك شغله،
يا زلمة احنا كلنا اولاد فلاحين بالإقرابة، وكلنا طيب. في بقرى وارياف كلنا بنزرع صح ولا لا؟ من الشمال للجنوب احنا عارفين الان الاقراض الزراعي مو مشان دعم الاقراض الزراعي او دعم القطاع الزراعي، عشان شو يا زلمة؟ احيانا بيجي واحد بيقول لك بدي 3000 دينار وبتعطيه قرض من الاقراض الزراعي، بيجيب 4 بقرات بيكشف عليه الموظف بعدين بيبيحن، بس يروح الموظف من هون وبروحه. دعمنا الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني في هذا الموضوع، لما بنسال مدير الاقراض الزراعي بقول لك هذا بشكل 8% فقط من من المقترضين من المقترضين. طب مين بياخذ مليون؟ طب مين اللي عندكم عدم المؤاخذه مشاريع ضخمه في هذا الموضوع، لكن بالاخر هذه المشاريع وين بتروح؟ طب تصاريح العمال الوافده، تصاريح العمال الوافده بالحيازه عملوا، احنا مشكلتنا في استقرار القوانين والانظمه متحركة كالرمال المتحركة، هاي المصيبة في طيب. هذا الموضوع كل ثلاثين دلم لواحد أو لاثنين أو لثلاث من العمال الوافدة، هذا واحد. اثنين، آخر نقطة بدي أحكي لك إياها، تعرف إحنا كيف إحنا منشجع العمال المحلية؟ كيف مكنن الزراعة يا رجل، إحنا بطل حد يمسك فاس يا زلمة، اعمل لنا يعني مكن صغير للحراثة، مكن صغير للزراعة، مكن يدوي انت. إحنا بنحط على اليوتيوب يا زلمة بنصير نبكي على اللي بنشوفه احنا بالتقدم الزراعي عند الدول اللي كانت عادية. كنا نقول زمان احلامنا باريسية وواقعنا صومالي، احنا الان صرنا نقول احلامنا صومالية يا رجل وواقعنا بديش احكي باريسي ولا اردني. مش مش معليك، سمعت ما تفضل به دكتور عاكف، سمعت ما تفضل به سعادة النائب، والذي تحدث بانه يعني حتى بالاقراض الزراعي عندنا مشكلة، واذا تم الحديث اين يذهب الاقراض؟ بروح الاقراض ل لعدد محدد ليس الفائدة الزراعية، بقول لك هذول بشكل 8% فقط. هذه نقطة. نقطة ثانية، يتحدث عن هذه الفواتير، بقول لك حتى أنا أنقذ ديون وزارة الطاقة بدي أقضي على المياه والزراعة. يسأل نقطة ثالثة أيضا من ناحية النقل، بقول لك كمان يعني كلفة عالية جدا، إنه عكيل البندورة بدي أدفع دينار إذا بدي أصدرها. طب هذه ثلاثة نقاط ألا تحتاج إلى حل سريع يا سيدي؟ أنا شاهد على الحديث والشاهد لازم يقول رأيه. تفضل. بالنسبة لمؤسسة الإقراض الزراعي، مؤسسة الإقراض الزراعي تقدم قروضها لكافة المزارعين ولكافة الشرائح، وتقدم قروضها وفق لبرامج معينة، وهي تنفذ سياسة الدولة في هذا المجال، ولا يوجد شخص حقيقة بأخذ مليون. السقوف محددة، وهي محددة ب 150,000 دينار، ورفعت قبل سنتين السقف الأعلى إلى 200,000 دينار. يستطيع أي مزارع أن يذهب إلى مؤسسة الإقراض الزراعي وأن يأخذ قرض قصير المدى أو متوسط أو طويل المدى. الإقراض في مؤسسة الإقراض الزراعي هو إقراض مراقب، وكونه إقراض مراقب هذا أصلاً تأخذ المؤشر على المراقبة من خلال نسبة التسديدات التي تتجاوز 75%، فهي تقوم بدور ممتاز، لكن بحاجة إلى رفع رأس مالها حتى تتمكن من زيادة قروضها، لأن القروض السنوية الإجمالية لقطاع الزراعة 495 مليون، غالبية العظمى بما يزيد عن 250 مليون هي من القروض، هي من البنوك، وما تقدم مؤسسة الإقراض الزراعي في المعدل 45 مليون دينار في السنة، وهذا يعادل 9% من إجمالي القروض المقدمة سنويا. أخ عامر دقيقة شوي، بعد إذنك يعني بعد إذنك بديش أقطع على معالي، بس بدي أحكي كلمة يعني. تفضل، هيد معالي معك. أنا لست من الذين يملكون أراضي واسعة في الأغوار ربما، لكن نحن نعلم أنه القطعة 250 دنم تقريبا كل وحدة زراعية في بعض الأماكن. أنا وأولادي وزوجتي كل واحد يملك 250 يعني دنم، على كل قطعة بناخذ 200,000 أي مليون. شو رأيك دكتور؟ يا سيدي أنا بتحدث عن المقترض الفرد، وبتحدث عن السقف بالنسبة للمقترض الفرد. حتى لو كانت المقترضة هي جهة عائلية، هم في النهاية هم أفراد، وكل فرد منهم بأخذ قرض، وهذا القرض محدد بمساحة معينة وله ضمانات
الخاصة فيه. وين الباقي؟ برجع الصادرة وموضوع منين يأخذ قرض؟ حقيقةً النقل هي أهم عام سلبي في موضوع الصادرات، يعني التحدي كبير النقل، لأن أجرة النقل عادة عالية، سواء كانت وسيلة النقل هي نقل بري أو سواء كانت نقل جوي. بالنسبة للنقل الجوي احنا بننقل طبعا للدول غير العربية وبشكل خاص لأوروبا، وبما أنه ما في شحن مستقل لنقل الصادرات فيتم حاليا هو النقل في طائرات الركاب، والكيلو يكلف نقل الكيلو بين 70 إلى 75 قرش للكيلو. كنا طبعا نصدر لأوروبا برا عن سوريا ثم تركيا دخولا إلى أوروبا وبالذات أوروبا الشرقية، إلا بعد الأزمة السورية انقطع هذا الخط البري، وبالتالي نقص أقل من ربع كمية صادراتنا إلى أوروبا. نعم. كانت سنة 2010 60,000 طن، الآن أقل من ربع هذه الكمية لأن النقل يتم عن طريق طائرات الركاب. هذا فيما يتعلق بسؤالك. طيب معالي، سأكتفي بهذه الإجابة وأذهب إلى إجابة أخرى بعد أمرك، فقط حتى أني أكون منصف في الوقت للأستاذ صالح. أستاذ صالح، يعني حتى أني أستمع إلى الجزء الآخر من الإجابة من الدكتور عاكف، أود أن أطرح عليك السؤال التالي. طيب الآن نقص بالنسبة لنا التصدير لأوروبا عن طريق سوريا، طب إحنا ما عندنا حلول أخرى بحسب وجهة نظرك؟ أستاذ صالح، طيب سأعود يا دكتور عاكف. دكتور أستمع للإجابة. نعم. فيما يخص بالجزء الثاني تفضل. نعم، سألتني سؤالين وجاوبت عنهم اللي هم نقل الصادرات وموضوع. نعم. القروض. نعم. هل في سؤال ثالث؟ نعم، السؤال الثالث وهو إلى أي حد ستبقى هذه الفواتير تؤرق القطاع الزراعي في الأردن؟ سيدي الأمر هو كالتالي، غالبية العظمى لكلفة المياه هي كلفة الطاقة، فاتورة الطاقة، يعني هذه المياه اللي بتروح للمزارع أو بتصل لبيوت المواطنين بتم ضخها باستخدام الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية لها ثمن، ثمنها عالي وكلفتها عالية. إذا لم تدعم الحكومة فاتورة المياه فسوف تحول كامل الكلفة إلى المواطنين. طيب لماذا لا نذهب إلى الطاقة البديلة؟ لا، هذه قضية ثانية طبعا، ويجب التوسع في هذه الطاقة. الآن الطاقة البديلة في الأردن بتشكل 20% من إجمالي الطاقة، وهذا تقدم كبير، إلا أنه الحكومة قد أوقفت التوسع في هذا الاستخدام واشترطت أنه تكون الطاقة منخفضة حتى يتم الموافقة على المشروع. يعني لا توافق على أي مشروع بيولد طاقة كهربائية بديل يزيد عن 1 كيلو وات. ماشي، يعني هذا السؤال، لماذا الحكومة رفضت أن يتم تحويل هذه المشاريع؟ يعني اللي بيصرف كثير ممنوع يحول طاقة بديلة، هذا رأي الحكومة. تعرف ليش؟ لأنه الحكومة في لها عقود مع شركات توليد الطاقة في هذا الموضوع، ودافع الأجور كاملة وملايين دافعيتها في عقود، إشي لخمس سنين وإشي لعشر سنين. فالآن هاي العقود اللي متفقة فيها مع القطاع تخسر مشان يطلعوا البندورة والخيار. يعني الموضوع شائك. طيب. لدرجة. طيب. سأستمر في هذا الحديث جدا، لكن بعد فاصل قصير أخير. تفضلوا بقائي معنا. إذا ما بتدفع. اهلا بكم من جديد، ارحاب بضيوف مباشره لك استاذ صالح الياسين. استاذ صالح مساء الخير من جديد. كنا نتحدث عن حلول، ما هي الحلول الامثل الاسرع استاذ صالح الان؟
سيدي الحلول الأسرع والأمثل أنه يعني بنحدد بالأول أولوياتنا في المشاكل، والأولويات تعني أنه نتوافق على الحلول كطرفين، قطاع خاص وقطاع عام وحكومة، نتوافق على أنه في جهات مسؤولة عن التخطيط والتنظيم للقطاع الزراعي. مجلس الزراعة الأعلى لم يعقد منذ 4 سنوات تقريبا، آخر مرة انعقد في 2018، واللي المفروض يكون مسؤول عن رسم سياسات وتبني سياسات زراعية من كافة القطاعات، لأن القطاع الزراعي كما تعرف أستاذ عامر هو متشعب. إذا ما هي الغاية من وجوده إذا لم يجتمع من 4 سنين أستاذ صالح؟ إذا من 4 سنين ما اجتمع، شو الغاية من وجوده الآن؟ هذا السؤال يستحق انه الحكومه تجاوب عليه فعلا. هذا دليل انه الحكومه مش مهتمه كثير في موضوع انه تشاركيه مع القطاع الخاص. القطاع الخاص عنده حلول وقادر انه يتبناها وقادر انه هو يوصلها بطريقته الصحيحه، لكن الحكومه بدها تنفذ هي ما هي يعني عندها، وبالتالي تضرب بعرض الحائط. يعني اليوم تصريح العامل اصبح 520 دينار اليوم، من 120 قفز ل 520. الفحص الطبي من 35 دينار الى 85 دينار. طب كل هاي القرارات اللي بتتخذ على كاهل المزارع، والمزارع ما عاد يتحمل، لانه احنا في عندنا اختناقات تسويقيه، مش قادرين نصدر منتجنا، احنا نستهلك 40% فقط من انتاجنا، 60% يفترض انه يتصدر. في 2014 احنا صدرنا 1.1 مليار، في 2019 صدرنا 441 مليون دينار. تخيل الحجم الفارق هذا الهائل جدا. أكثر القطاع الزراعي كان رقم واحد في الصادرات القطاع الزراعي لغايه 2014 2015. هاي الميزه اللي كانت موجوده لدى القطاع الزراعي لم تستغلها الحكومات المتعاقبه بحيث تعظم الفائده من القطاع الزراعي، وبالتالي يكون المردود عالي. المطلوب انه بيكون هناك جهات تجتمع من الحكومه ومن القطاع الخاص، تحدد الاولويات في المشاكل. في عندنا ثلاث مشاكل: مشكله العماله، في عندنا مشكله التسويق، في عندنا مشكله النقل، في عندنا مشكله المياه. المجلس الزراعي بيضم وزير العمل، وزير الزراعه، وزير النقل، ووزير الصناعه والتجاره، باعتبار انه الصناعه والتجاره هي مسؤوله عن الزراعه. فتخيل المزارع اصلا مش عارف على اي جهه بده يروح. بده يروح على 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 امانه عمان، وزاره الصناعه والتجاره، وزاره الزراعه، وزاره المياه، وزاره النقل، وجهات متعددة كثيرة جدا. كمان إنه المزارع مشتت، فما في شانل واحد، قناة واحدة اللي بتضم كل هالأفكار هاي وكل هالمشاكل الموجودة، سواء نقل أو 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 أو, أو, أو عمالة أو أي شيء، تنحط كلها، تبوب في 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 مصفوفة، وهي المصفوفة بنحط الحل رقم واحد، الحل رقم اثنين، الحل رقم ثلاث، ونجتمع كنا ونتفق على هذا المبدا. لكن هذا المبدا مش موجود. ماشي استاذ صالح، هذا الحديث مش ضايعين بين هاي الجهات. هذا الحديث هو الحل الاسرع حسب وجهه نظرك. كان تقبل الدكتور عاكف، دكتور تحدث وقال اللي حتى المجلس الاعلى، المجلس الزراعي الاعلى لم يجتمع منذ 4 سنين. يقول بعام 2015 كان القطاع الزراعي هو رقم واحد في التصدير. شو صار فيه اليوم؟ ما حدا بيعرف. نقطة ثالثة بقول لك انه احنا القطاع الزراعي بتشعب، عندنا عمل وعندنا مياه وعندنا زراعة وعندنا طاقة وعندنا صناعة وتجارة. المزارع لمين بده يروح؟ حتى لو عملنا مجموعة انه المزارع يصير يراجع جزء، يراجع مصدر واحد مش 5-6 مصادر، حتى انه ما يتشتت. ألا ترى بأنه هذا حل سريع ربما؟ أخ عامر إذا سمحت لي خليني أحكي بطريقة منهجية. تفضل. بطريقة منهجية. أنا في إجاباتي اللي كنت أجاوبها كنت بعكس الواقع وبعطي أرقام حقيقية، وهذا لا يعني أنه أنا بقول أنه ما في مشاكل. أما عندما نحدد المشاكل بطريقة منهجية، المشاكل تتوزع بثلاث اتجاهات. أنا في عندي مشاكل في الموارد نفسها، الموارد الزراعية اللي هي عمالة، اللي هي أرض، اللي هي الورأس مال هذه، وفي عندي مشاكل في عملية الإنتاج نفسه وهي مشاكل كثيرة، وفي عندي مشاكل في التسويق. إذا في التسويق وفي الإنتاج وفي الموارد عندي مشاكل، وهذه مشاكل كبيرة ويمكن تحتاج إلى وقت كبير جدا. هذا التقسيم المنهجي للمشاكل، وممكن إنه نبدأ نناقشها بهذه الطريقة. ففي مشاكل لا شك. الآن بتحدث عن الصادرات،
الصادرات نعم، مثلا خليني اذا تحدثت عن صادرات الخضار والفواكه كانت 980 الف طن سنه 2016، تراجعت الان الى النص تقريبا بحدود 450 الف طن 2019. هاي المشكله بالذات سببه هو اغلاق الاسواق، يعني السوق العراقي اغلق، السوق السوري اغلق، انا بصدر كنت 250 الف طن لسوريا، كنت بصدر 200 الف طن للعراق، كنت بصدر 60 الف طن عبر سوريا الى اوروبا للاسواق الاوروبيه، فالمشكله الحاليه هي مشكله اغلاق بالنسبه للصادرات. طيب لكن المشاكل الاخرى الان اللي بنحكي فيها الان بين ايدينا الان، في مشاكل كبيره في العماله، لانه العماله الزراعيه الوافده اصبحت غير منتظمه واجورها مرتفعه. في عندنا ايضا مشاكل في التمويل، التمويل كله الان يتم عن طريق الوسطاء، احنا بنحب انه مؤسسه الاقراض الزراعي يزيد راس مالها يكون لها مساهمه اكثر في تمويل المزارعين. في عندنا مشاكل في المياه، نقص المياه حتى نوعيتها صار في تاثير. نعم. هذا فيما يتعلق في الموارد. الارض فيها ايضا مشاكل، لانه احنا عندنا مشكله كبيره ادت الى مشكله في الانتاج، انه مساحاتنا قليله، 34% من المساحات الزراعيه التي يملكها ملكيات المزارعين تقل عن 2 دنم، 74% من ملكيات المزارعين بتقل الملكيه عن 10 دنمات. طيب ماشي 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 دكتور، انا معك بهذه الارقام وهذه النسبة، بقي معي دقيقه واحده للدكتور استاذ جعفر. نعم. بس يعني الان دكتور اعطاك تشخيص كامل، قال لك وين عندي المشاكل ماشي، وقال لك شو سبب انه الصادرات من 908 الف طن ب 2016 ل 480 2019 لانه تسكرت. لا ليس الاغلاقات فقط يا سيدي، الاغلاقات هذا سبب، والسبب الاعظم انا باعتقادي انه فتح هذه الدول فتحت أسواق أخرى تنافس سوقنا وأخذت أسعار تفضيلية أقل من أسواقنا. هذا موضوع تقليص الصادرات. لكن بدي أحكي عن نقطة أخيرة، هو صندوق المخاطر الزراعية، 3 مليون موازنته من الدولة سنويا، وهو الصندوق الوحيد اللي موازنته تدور، يعني ما صرفوهن تدور إلى السنة اللي بعدها. لكن من وين بيجيها الموازنة؟ إلو ديون على البلديات وإلو ديون على أمانة عمان. كم؟ فوق المليون، بديش أحكي رقم معين لكن فوق المليون. طب أنت الآن فاتح ديون غير محصلة. نعم، ديون غير سنوات. محصلة على إلها سنوات في من أمانة عمان والبلديات، عرفت علي؟ الآن طب أنت فاتح ساحات وبتأخذ عليها ضرائب وبتأخذ عليها أجور. نعم. وبتأخذ عليها كذا، والمصاري اللي تجنيها وديها لمستحقيها، سد ديونك، سد ديونك للمخاطر الزراعية، وهذا يساعد ربما. يساعد. نعم. طيب. يساعد. شكرا جزيلا لك عضو لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية سعادة النائب جعفر الرابع. شكرا لك سيدي. أشكر موصول لرئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس العيان معالي عاكف الزعبي، شكرا لك. شكرا لك عضو المجلس الزراعي الأعلى صالح ياسين. إن شاء الله بتجتمعوا يا سيدي، من 4 سنين اجتمعوا لهم اجتماع. إن شاء الله. رمضان كريم. رمضان. كل التحية.